هو أحد أبرز دعاة الفكر الإسلامي في العصر الحديث عرف عنه نبذه للتعصب والتشدد والغلو باسم الدين فانشق عن جماعة الإخوان كذلك كان مناصرا قويا للمرأة ولقضايا المرأة في الكثير من الموضوعات ومثمنا لدورها في بناء المجتمع هو فضيلة الشيخ محمد الغزالي في مصر أرض المجددين يتمثل محور التجديد عند الشيخ محمد الغزالي في الاهتمام بالفكر الاسلامي وبالدعوه الاسلاميه وبادراك الواقع والتفاعل معه كما يتمثل في الاهتمام البليغ باللغه العربيه اهتم بقضايا المراه وبتوسيع دائره تعليمها وبفتح المجال لإسهاماتها في مناهج العمل والعلم وفي الإصلاح الاجتماعي رحم الله الشيخ محمد الغزال السقا رحمة واسعة الدكتور علي جمعه اهلا وسهلا بحضرتك اهلا وسهلا بكم اهلا بكم. فالدكتور لو اتكلمنا عن الامام محمد الغزالي واتكلمنا عن مفتاح مشروع التجديد يا ترى هيكون ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. فضيله الشيخ محمد الغزالي ابن احمد السقا سماه ابوه بهذا الاسم وهو على فكرة من مواليد 1917 وفي هذه السنة ولد كثير من الأعلام ومن المفكرين ومن الأتقياء والأنقياء في 1917 قبل نهاية الحرب العالمية بالسنة أبوه رأى رؤيا أن, أن يسميه بالغزالي فسماه محمد الغزالي وكان رجلا من الصالحين أبوه رحمه الله تعالى ورحمهم الله والحقنا بهم على الايمان وكمال الاسلام، ولد 17 وحفظ القران وذهب الى الى المعهد و ونال وهم كانوا يسكنون يعني قريبا من الاسكندريه. الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى كان محبا للعلم كان يحكي لي انه بعد ما تخرج واخذ العالميه والمفروض انه يبدا ويشرع في تبليغ الناس عين في وزاره الاوقاف اماما وخطيبا لمسجد السبع بنات اللي موجود ما بين شارع الازهر وشارع بورسعيد فكان له غرفة في هذا المسجد فينظر فيجد مولانا سيدنا الشيخ عبد الفتاح العناني وكان من كبار 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 العلماء في المعقول والمنقول كان يدرس المنطق ويدرس الاصول ويدرس اللغه ويدرس الفقه ويدرس علم الكلام كان علامة كبير عبد الفتاح العناني ده هو. فكان يبص من الشباك يلاقي الشيخ الفتاح جاي كده من ها من من قبل الازهر فيخرج له ويمسك فيه ويقول له تعالى اشرب شاي ويدخلوا ويدخله الغرفه ويقفل عليه ويقول له لا اتركك حتى تعلمني ده وهو متخرج ومتوظف ويبدا الشيخ يقرا معه الكتب واشوف سماحه الشيخ ان هو حد كانه بيقبض عليه من مشوار الى حد يقول له يجلس ويفعل معه هذا الامر كانوا كلهم كده فالشيخ الغزالي تكون تكوينا علميا صحيحا وهذا اثر في مشروعه التجديدي <applause> كيف اثر ذلك هو مشروع التجديدي يمكن ان نقول ان مفتاحه او محوره هو ادراك الواقع ادراكا صحيحا للتعامل معه ادراك الواقع هو مفتاح مشروع مف... مشروع مبني على ادراك الواقع م. ادراكا صحيحا م. لان ممكن الواحد لا يدرك الواقع او يدركه ادراكا خاطئا م. اللي لا يدرك الواقع ده جهل بسيط لكن الذي لا يدرك الذي يدرك الواقع ادراكا مخالفا له يبقى ده جهل مركب لكن على كل حال ادراك الواقع كان هو همه الذي يريد ان يوصله للناس وبناء عليه نتعامل مع هذا الواقع ان كان خيرا قبلناه وان كان غير ذلك غيرناه ادي القضيه وهي قضيه عدم قبول الواقع بما فيه من خطا وخير وشر وصحيح وكذا لا احنا هندرك الواقع ادراكا صحيحا ثم بعد ذلك نتعامل معه كيف نتعامل؟ نقبل الخير ونترك الشر لما جه الغزالي في رحمه الله تعالى في بدايه حياته انبهر بشخصية حسن البنا ولكن هل الشيخ الغزالي كان يعني انضم أو للجماعة في فترة من الفترات ثم تراجع أيه كان في مكتب الإرشاد لكنه اكتشف الحال اكتشف أن هناك جهاز خاص يقتل الناس ويقتل سرق. المسلمين اكتشف وهو كتب هذا أنه هو والشيخ سيد سابق ماشيين وبعدين لقوا واحد فقالوا له وأنتوا جماعة المسلمين ولا جماعة من المسلمين فقالوا له لا احنا جماعة المسلمين وده معناه اللي ما هواش إخوان يبقى كافر هو لما دخل في عهد المأثورات ما كانش الأمر كده كان أمر تربية خدمة للمجتمع والناس جمعية خيرية بتؤدي واجبها إزاء المجتمع لكن تيجي قريب لي بقى وتعمل لي نظام خاص تشيل فيه السلاح وتدرب على السلاح بدعوه انك ستحاسب المجتمع وانك تدخل مجال السياسه من طريق العنف تحولت انت البعيد الى ارهابي. يعني بدل ما كنت رجلا صالحا اصبحت رجلا ارهابيا. ادي اللي حصل مع الاخوان فكمان زادت الطين بله أنه هو اعترض على حسن الهضيبي وكذا الى اخره ووصفه باوصاف كبيره مشروعه كان ادراك الواقع انا عايز اعرف الحقيقه اعرف الحقيقه ازاي البحث عن الحقيقه يجيب الشيخ العناني ويدخله ويخليه يدرس له من جديد حتى يكون على وعي تام بأدوات المنطق وبعلم الكلام وبعلم الحديث وبعلم الفقه والأصول فيصبح قادرا على الفهم. مم. ترتيب الذهن في في فهم النص بيرتب الذهن في إدراك الواقع. أكيد. هنعمل إيه بقى؟ هو ليه حوالي بتاع 57 مؤلف. لما تيجي تقرأ في المؤلفات دي كلها تجد أنه يغير رأيه. نعم. طيب استاذن حضرتك نشوف بعد الفاصل ازاي في هذه المؤلفات كان في ادراك ثم ادراك مغاير للواقع ان كان هذا الامر يعني في محاوله لتطوير ادراك الواقع في محاوله لتطوير ادراك الواقع بعد الفاصل ارجوكم خليكم معانا قرية نكل العنب بمحافظة البحيرة فأنت في جوار منزل الإمام محمد الغزالي أحد أشهر دعاة الفكر الإسلامي في العصر الحديث نشأ في هذه القرية وحفظ القرآن الكريم في كتاب القرية وأتم حفظ القرآن الكريم على عشر سنوات وكان يدرب نفسه على القراءة دائماً قبل النوم يقرأ الأجزاء الإمام محمد الغزالي هو مصدر عزة وفخر لأهل القرية التي قدمت لمصر والعالم العربي والإسلامي نموذجا فريدا من أصحاب مشاريع التجديد الإسلامي الذي أنار الدنيا علما كانت الناس بتيجي بقى يقعدوا معايا يديهم محاضرة وكان يعني له بهجة كده في مجيته البلد على الجهة المقابلة للمنزل يوجد مسجد صغير يسمى مسجد السيدة خيرة هذا المكان الطاهر كان مقصد الامام ومسكنه للتعبد والمذاكره ونشر العلم فضيلة الدكتور علي جمعة أهلا بحضرتك مرة أخرى أهلا وسهلا بكم الحديث مستمر حول سيرة الشيخ محمد الغزالي ومشروعه التجديدي حضرتك تفضلت قبل الفاصل وقلت أن حصل شكل من أشكال تطوير إدراك الواقع في عدد من المواقف يعني. الملاحظ على كتابات الشيخ واختياراته وتطبيقاته أنه اختلف بعدما خرج إلى السفر يعني هو كان في مصر ما بيسافرش كتير لكن لما سافر إلى السعودية وسافر إلى الجزائر وسافر إلى أمريكا وسافر إلى ماليزيا وسافر ورأى الناس هو رجل صادق هو رجل من أهل القرآن هو رجل مخلص و... وصافي ففي هذا الصفاء والازهريه اللي موجوده المتشبع بها وحفظه لكتاب الله وتلاوته اناء الليل واطراف النهار وتامله كل هذه الاشياء جعلته يعتل هم المسلمين ويعتل هم الدعوه الى الاسلام فلما الواحد بيسافر بيشوف حاجات عجيبه غريبه م. تانية طب ودي تتحل ازاي؟ فبيغير رايه ما بيصممش انه لا انا رايي كده لا هو رايه مندرج لخدمه الاسلام فلما يشوف انه الراي ده مش بيخدم الاسلام ولا حاجه هو كان في ظنه ان هو بيخدم الاسلام لكن اللي بيخدم الاسلام حاجه تانية بيروح لها على طول ومباشره ومن غير عناء ولا تفكير فلما سافر واحتك ورأى وفهم وعُرضت عليه المشكلات لا غير يعني لما تقرأ من هنا نعلم الذي كان يرد به على خالد محمد خالد ولما تقرأ بعد ذلك السنة ما بين ما بين أهل السنة وأهل الفقه وأهل الحديث لا مشرب مختلف نتج من ايه؟ ايه اللي يخلي المشرب كده مختلف؟ انه ادرك الواقع بطريقه اعمق. هل ده يوضح موقفه مثلا من الموسيقى ومن الاستماع للاغاني او الغناء ومن المرأه وانظاف المرأه ويعطاها حقوقها؟ بعضها وبعضها الطبقة بتاع مشايخ الشيخ الغزالي اللي هو الشيخ عبد الفتاح العماني والشيخ أبو المجد والشيخ أه الجبالي والشيخ عبد مجيد اللبان اللي هم المشايخ الأساتذة بتوع الشيخ الشناوي الشيخ الأزهر الناس دي كان ليهم موقف من الموسيقى ومن الغناء فقهي محترم وأنه صوت قبيحه قبيح وحسنه حسن فاذا احنا في في النقطه دي نقطه حكايه المراه هو نشا في بيئه علميه بتحترم المراه النقطه بتاعه الموسيقى والغناء وكذا الى اخره واضحه عند الاثر من قديم ما هوش كده ففي حاجات تغيرت وفي حاجات لا هي كانت البيئه العلميه الرصينه كانت هكذا طيب ايه سبب ان بعض من اراء الشيخ الغزالي رحمه الله عليه ومنطقه في التجديد وادراك الواقع وتطوير ادراك الواقع ليه على الرغم من ده نجد ان بعض التيارات السلفيه ترفض بعض من أراءه ونرى المعسكر الاخر يعني ما يسمى بالعلماني او التيار المدني برضه يرفض بعض من أراءه الموقف من التراث هؤلاء الناس عندهم موقف من التراث اما ان يكون مقدسا ملتزما لا يريد ان يغادر اي فهم للتراث له يعني انت لو خالفتني في اي فهم ليا يبقى احنا اعداء هذا التشدد والتطرف في الفهم في جهه والتشدد الاخر في جهه اخرى هو انه لا, لا يريد الاعتماد على التراث ويريد تدميره وحرقه ورميه في البحر دي جهه تانية ده متطرف وده متطرف ده بنسميه نصي يريد نصي ايه كمان ده مش نصي وبس ده نصي ذاتي يعني اللي انا فاهمه من النص لان النص انا فاهمه بطريقه ثانيه ايوه ليش دعوه بطريقة ليه يا دعوة بالسلف الصالح. قلت له طب ما انا انا السلف الصالح انا معتقد اللي اعتقده البخاري والشافعي وكذا. انا ليش دعوة بالجماعة دول ده ليه دعوة بالسلف هم دول كانوا سلف ايه؟ شغل مرهق 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 حكاية الوقوف, الوقوف عند النص تقديسه عدم تجاوزه فيما هو فهمه لا فيما يمكن ان يفهم منه. والثاني بيقول لا عايزين نحرقه ونرميه البحر ما فيش نص اساسا واخد بالك ما فيش نص اساسا فلما بيجي واحد زي فضيله الامام الغزالي رحمه الله تعالى بيقول لا ايه ده ده التراث ده كله كنوز لكننا لا نقف عند مسائلة ونتجاوز ذلك وناخذ بمناهجه وكل ذلك ابتغاء شيء واحد في مشروع التجديد وهو إدراك الواقع اللي نتعامل معه فإن كان خيرا أقررناه وإن كان شرا رفضناه الثاني ده عايز يروح كأنه في كهف في الجبل ويقعد اللي هو عايز يـ 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 يحبس النص في زمن الماضي لا كل المسلمين أجمعوا أن النص يصلح لكل زمان ومكان طيب. حتى هو نفسه المتكلم مجمع أيضا معانا إنه يصلح لكل زمان ومكان طب نعمل إيه بقى فهمك مخالف للواقع أن نغير الواقع مم. نقفل ونغير ما فيش داعي للسياحة دي مم. الله الغني ومش ضروري تعليم البنات لزومه إيه ونكسر هو ونخلص يعني. يعني, يعني بيفكر بطريقة مم. هتقول بنا م. الى انه يا ابني مستحيل على فكره ان انت تعمله كده يبقى ده صالح لكل زمان ومكان ما هو ده مستحيل مايفهمش ما يفهمش بقى كده يقول يعني عايزيني عايزين ايه عايزين في ديني لا يا حبيبي دينك ده اللي انت فهمه ده فهم خطا وقاصر وفي فهم اخر يحقق تلك القاعده اللي انت متفق معانا فيها وهو ان هذا الدين انما هو للعالمين وان هذا الدين يصلح لكل زمان ومكان ولكل شخص وحال اللي انت بتقوله انت بتنقضه فالامام الغزالي مشروعه المفتاحه المحوره التعامل مع ادراك الواقع للتعامل معه قبولاً وتغييرا هو ده المفتاح اللي هو اشتغل عليه اقرا بقى ال 57 كتاب بتوعه تجدهم هكذا كله بيدعو الناس الى ان تفهم كله بيدعو الناس الى ان تتمسك كله بيدعو الناس الى ان يكون فهمها رحيما ان يكون فهمها طبقا للمنظومه الاخلاقيه ان يكون ده 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 مره بيقول ايه في في كتاب له إن الإمام الغزالي الكبير ألف كتابا أسماء الجام العوام ووددت لو أني ألفت كتابا على طريقته اسمه الجام الرعاع <applause> الجام الرعاع والأغمار <applause> عن التصدر للفتوى وشتم الكبار لا حول ولا قوه الا بالله امال لو كان عايش معانا في فترات ال... قريبه كان قالي. الكتاب ده ما هو ما الفوش وكان يتمنى كان يتمنى بالضبط يؤلف دي يعني. كانت قال الجام العوام عن علم الكلام لانهم هيلخبطوا وهنا الجام الرعاع الجام الرعاع والاغمار اه ده مصر. بس العنوان امال لو الكتاب مك... كان يبقى جوا ايه؟ كنا هنبقى في وضعيه فاذا هو يريد مشروعا وهو جدد لا. فعلا جدد لا. هذا الاسلوب الذي كتب به نقل هذا الدين هذه الخطابه التي خطبها في الاماكن المختلفه وخاصه عندما كان في عمرو بن العاص خطيبا وهذا هذه الطريقه التي فعلها وهو مدير الدعوه ووكيل وزاره الاوقاف لهذه الشؤون لا جديده لا. جديده وتمثل مدرسة تقلد وتتخذ نموذجا لتكرارها ولشيوعها أنا شاكر لفضلتك جزيل الشكر فضيلة الشيخ الدكتور علي جمعة شكرا جزيلا لحضرتك أهلا وسهلا شكرا جزيلا شكرا بوصول لحضرتكم إلى اللقاء